هلا اصدقائي، شلونكم؟ اتمنى تكونون كلكم بخير. فيديو اليوم انا وياكم راح نسوي بطانية. طبعا مثل ما انتم تذكرون بالعنوان، صار لي مدة كلش طويلة اريد اتعلم حياكة، والحياكة شوية صعبة، بس اني اذا اردت اتعلم شيء اتعلمه بسهولة، يعني احفظ المنطق واتعلمه واقدر اسويه. عندي هواية هوايات واعرف هواية اسوي شغلات، وكل فترة أجدد هواية. انتو همين تعرفون اني كل فترة على القناة اسوي شي جديد. ففيديو اليوم احنا راح نحيك، بس مو حياكة 100%، لانه راح استخدم هاي الخيوط اللي تشوفوها ورا. شوفوا هاي الخيوط بها حلقات هيجي، فهاي الحلقات تسهل هاي الحياكة. فاني قلت كبداية ابدي بهذه الخيوط واسوي منها بطانية. وعندي لي ورا بطانية مال صديقتي، هسه اشوفكم اياها. هذه هي بطانية صديقتي، سوتها بالكوارنتين ببداية كورونا. فاني قلت لها ممكن تنطيني بطانيتك، راح اسويها استخدمها كمثال واسوي بطانية. مالتي ما راح تكون تشبه مالتها 100%، هي بطانيتها طويلة بس شويها عرضها قليل، فاني راح اسويها اعرض واكثر. يعني عندي نفس عدد الخيوط اللي هي ماخذتها، بس راح اسويها اعرض بس طولها اكثر. عندي هنا قهوتي يمي، شوية بديت متأخرة لانه كان المفروض اسوي الفيديو ويا صديقتي، بس صديقتي طلع عندها شغل، يعني كانت هي موجودة يمي بالغرفة على اساس نصور الفيديو سوا لكم، بس صار عندها شغل وما قدرت تصور وياها، فاني راح اصور وحدي. اول شي راح اتفرج توتوريال على اليوتيوب واشوف اكزاكتلي شلون راح تصير. اوكي، واعذروا صوتي لانه كلش مريضه، هم فلونزا وهم انا سنوني توجعني وراسي يوجعني، بس كلش عاجبني اسوي البطانيه صراحه. فرغم هذا الشيء قمت من فراشي وسويت ميك اب وقلت راح اصور فيديو اليوم واسوي بطانيه. بس قبل ما نبدي اي شيء، لا تنسون تحطون بيج لايك لهذا الفيديو، اشتركوا بالقناة اذا عدكم مشتركين. انا اسوي فيديوهات رسم وكل شيء اسوي، يعني كل شيء انا احب اتعلمه انزله فيديو على القناة. فاذا وعدكم مشتركين اشتركوا اذا انتم مهتمين بهذه الهوايات المختلفة. الجو اليوم برا مطر كلش لطيف بس بارد. هذه هي الالوان اللي راح استخدمها. لما رحت اني اخذ الخيوط ردت الوان باستيلية، ردت الوان قوس قزح بس باستيلية. اوكي، بس ما لقيت كل الالوان، بس سويت تشكيلة لطيفة. اوكي، هذه هي الالوان راح استخدمها. اخذت من كل لون ثلاثة، باعوا هذا اصفر، واحد اثنين ثلاثة، سمائي فاتح وبرتقالي، هذا مو كلش فاتح بس حلو لونه كلش عجبني، ووردي فاتح واصفر، هذا الاصفر احلى لون، شوفوا اللونه يخبل. فيس الصراحة شوف توتوريال على اليوتيوب وشوف شلون يسووه. اكو طريقتين، يقولون طريقة انه نلفها مرتين وطريقة نلفها مرة. اذا لفيناها مرة واحدة راح تكون مثل هذه، مثلا تكون اذا لفيناها مرة واحدة راح تكون مثل هاي بها فراغات، بس اذا لفيناها مرتين ما راح تكون اكو فراغات. فما ادري اني يعني شو اسوي بالضبط. بس قبل لا نبلش حياكة اريد اطلب منكم طلب، صغنوني. اكو قناة كلش 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 لطيفة تسوي فيديوهات رسم اسمها بيكي دروينجز، راح احطلكم اياها هنا، وراح احطلكم الرابط مالتها جوا بصندوق الوصف وباول تعليق همينة. اريدكم تروحون تشتركون بقناتها وتشوفون فيديوهاتها، عندها فيديوهات تعليمية من رسم هواية كلش لطيفة، صار لها اشهر من مبلشة يوتيوب. فاريد منكم تدعموها وتروحون تشتركون بقناتها وتسوون لايكس لفيديوهاتها وتعلقون على فيديوهاتها تقولون انه انتم جايين عن طريقي. بس ردت اطلب منكم هذا الطلب لصغنوني، واتمنى تسووا لي اياه، يعني لانه قناتها كلش لطيفه، وانا عن نفسي كلش احب الناس اللي تفتح قنوات رسم وتنزل فيديوهات تعليميه، واحب انه متابعيني هم يعني يشوفون هاي الفيديوهات اللي غير قنواتها متنزلها. فراح احط لكم قناتها جواب اول تعليق، روحوا اشتركوا واكتبوا لها انه انتم جايين عن طريقي وشوفوا فيديوهاتها لان كلش حلوه. ومن هسه شكرا لكل احد راح يروح يدعمها. الصراحة افتحها طلعت لي فيديو حتى اشوف الشرح، تقول هي انه لازم ناخذ عدد زوجي، تقول هي هذه نسوي اكس ها
هذا هيجي نسوي اكس، بعدين ناخذ هذه نفوتها داخلها، بعدين الطرف الثاني من الاكس ناخذه نفوته داخله. لقيت اني طريقه شويه معقده، بس لو لاقيه فتشي ابسط كان احسن. هيجي وراح اكمل السر الاول الى ان تنتهي. شوفوا حاليا دا اسوي هذا الطرف، يعني مو اني مشيت هيجي بعدين دا امشي هيجي، فلما دا امشي هيجي هذا الاكس اللي كنت اسوي لازم اسوي عكسه. يعني هي مو صعبه بس تخربط العقل. اوه كلش لطيف، عبالك ارانب. احس هذه الطريقه كبدايه سهله حتى ابدي حياكه، وبعدين ورا ما اخلص هاي البطانيه بس اجرب شغلات جديده اكثر، اطلع باليوتيوب واتعلم عن الحياكه اكثر. يعني كلش عاجبني، اريد اسوي سويترز من الحياكه، بس احبها هيك بوف مالتها، الا الخيوط احبها بوف مثل هذه، يعني ما احبها خيوط كلش ناعمه. فكلش كلش عاجبني اني هاي الهوايه من زمان. اكو احد كان مشهور يسوي كروشيت دائما، فاني كنت اتابعه ويسوي كروشيت وللاطفال وكذا، وكان يبيعهم همينه. اني ما اريد ابيعها بس اريد اسويها الي لنفسي اني البسها. كلش اني احب البس الجنط اللي اسويها، الاكسسوارات اللي اسويها، كل شيء أني مسويته بيدي أحب ألبسه، وأحب أنطيها هدايا همينة. مثلاً صديقتي انطيتها لما سويت جنط، انطيتها صديقتي، ولما سويت اكسسوارات دائماً كل مرة أتعلم بها اكسسوار جديد أنطي صديقتي المقربة الاكسسوار اللي سويته. شوفوا هسه بديت بلون ثاني، شديت الألوان من هنا، يعني هي مبينة بس مو مشكلة. يعني أنا ما أريد أعلمكم الطريقة وأقولكم هيك وهيك سووا من أول مرة أني أسويها، لأنه ما راح تكون مضبوطة لأن أول مرة أسويها، فاهمين شون؟ فعلى المرة الجاية أعلمكم الطريقة على لفاف لو شيء أصغر حتى تكون مضبوطة، وأني أعرف الطريقة الصحيحة بدون أغلاط. ما أعتقد أني راح أقدر أكملها اليوم، لأنه شوفوا بعدني لحد الآن بلونين، صارت ساعة 12. بس هي الطريقة كلش حلوة، اني افتح موسيقى واقعد اسوي بيها، بس يعني ما افتح لكم بالفيديو حتى ليجيني كوبي رايت. اهلا اصدقائي باليوم الثاني، اقولكم شي راح يصدمكم، واني ليش ما ردت انزل لكم الطريقة باول مرة اني اسوي بيها الشغلات، لانه اني هم دا اجرب اول مرة بحياتي، فما اريد اعلمكم شي بعدين تسووا غلط وبعدين الكل يعصب علي. ف شوفوا هذا الشيء اللي سويته اول مره، شوفوا ايش قدوته. بنهايه الفيديو البنيه قالت انه هذه بطانيه من الاطفال، انا ظليت صافنه بعدين قلت عصبت كل شويه. اوكي، فلما عصبت كل شويه استوعبت انه هاي البطانيه ما تكفي جسمي، ما تكفي تغطيني كلني. اوكي، فهذه كانسلد. اوكي، وهنا انا بديت شغل جديد، وهذا هو عرضها. شوفوا من لهنا هذا عرض البطانية، وهنا اللي استخدمته هنا راح ارجع افتحه واستخدمه بهذه. اوكي، فاني حاليا دا اخلص لون الاصفر، شوفوا دا امشي اني بلون الاصفر هذا دا امشي بيه، فهذه همين راح افكها واكمل الاصفر هذا هنا وبعدين اكمل. يعني لقاحة ماتي صايرة كلش كلش تتأذيني، يعني احس صدري دا يتهزهز واني اقح. المهم شوفوا هنا المفروض هي تصير اكسات بعدين خروب الشكل. شوفوا راح اقرب لكم، شوفوا الشكل اللي جوا بدايه الاصفر وباعوا الشكل لما يصعد فوق شلون تغير. شوفوا شلون كان مسدود اطرافه، يعني الوسط مالته شلون مسدود وبعدين هنا شلون قام ينفتح. فهنا خربت الطريقه، يعني ما ادري شنو السالفه، اعتقد حلقة ناقصة، يعني حسبت حلقات بس فوتت حلقة لهذا خرب الشكل من هذي. هنا جبت كوفي حطيت بيه بس ثلجويتين لان انا مريضة، مو تقولوا هالماما، ماما ما تدري اني هيج سوي، المفروض اشرب كوفي حار بس احس جسمي مبوخ، يعني هي الجو بارد بس انا احس نفسي محترة، ما اقدر افتح شباك الجو كلش بارد تبرد الغرفة بسرعة. جبت لي نستلة هسه راح اكمل
اول شيء افك هاي بعدين اكمل هاي، لما اروح على اللون الثاني راح ارجع لكم. شوفوا وين وصلت اصدقائي، هذا الاصفر خلص بقى، هذا كله اصفر، بعدين هذا السمائي هيجي، والسمائي بعد ما خلصان شوفوا هذا هي نهاية الخيط، وراح اجي اربط هذا الخيط وياها. شوفوا ورا هذا اللون السمائي راح احط اني الوردي، بعد الوردي راح احط لون البرتقالي هيجي، يعني ما ادري البرتقالي احسه غامق هواية على هاي الالوان، بس يلا على العموم انا راح اكمل باعو هذي، هسه ربطتها بالجديد، ربطتها هنا، وهذي راح اكملها اكملها واشوفكم باللون اللي بعده. سامحني، أهلا معالي الوزير. اتفضل. شكرا. السيد مدير الأمن قال لي على اللي أنت قلته له. يأكد الحقوق إن هي دي طريقة تفكيره، واللي هيمسكه لازم يبقى عارف طريقة تفكيره كويس جدا. خلصتها. شوفوا قد حلوة. اتجنن، بس كلش تعبتني، عيني قامت توجعني، ظهري قام يوجعني. خاصرتي كانت توجعني، كل مكان يعني تعبت، كلش تعبت، وعلى اساس اني اضيف لون ثاني بعد البرتقالي لانه حسيتها قصيره، يعني اقدر افكها واضيف لون ثاني بس ما بيحل بعد، يعني طاقتي خلصت نفذت يعني بالثلاث ايام، اربعة ايام ماني اسوي بيها، عيني راحت، يعني كنت اسويها انام، اقعد الصبح اكملها وارجع انام، هيك يعني هيك كان روتيني لمده اربعة ايام لحد ما خلصت. ف يس جنن، كلش عجبتني، هيك راح تصير على الفراش like this. بس اصدقائي هذا كل شيء كان الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. الطريقه راح انزلها الاسبوع القادم، بس راح اسوي لفاف يعني مو بطانيه، احتاجت وقت حتى اتعلم على مود انطيكم الطريقه الصحيحه، ما تدرون كم مره فكيت وشديت فكيت وشديت حتى ضبطت البطانيه، ف تعلمت الطريقة صحيحة 100% وبعدين انزلكم اياها حتى تسوون التوتوريال، اتفقنا؟ لا تنسون تحطون لايك لهذا الفيديو وتشتركون بالقناة وفعلوا زر التنبيهات، واحبكم كلش 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 هواية، واشوفكم بالفيديوهات الجاية، باي باي.